السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة مهمة جدا بالنسبة لمرضى أورام الكبد المتطورة، الحالات اللي هي الأدفانسد شوية المصحوبة بتجلط في الوريد البابي الكبدي. المريض اللي عنده أورام في الكبد نتيجة فيروس سي أو فيروس بي أو أيا كان السبب، حصل له أورام متشعبة في الكبد وحتى خرجت خارج نطاق الكبد وبقى فيه تجلط في الأوعية الدموية، احنا بنسمي الحالة دي حاجة اسمها أدفانسد ستيج. والاجراء الوحيد اللي ممكن نقدر نعمله معاهم ان احنا بنديهم حاجه اسمها علاج تحفظي، او ساعات ندي حاجه اسمها سيستميك ثيرابي او علاج دوائي اللي هو برشام اسمه السورافينيب او المعروف باسم نكسافار. البرشام ده بيصرف من خلال لجنه طبيه، من خلال لجنه اورام كبد متخصصه بيكون فيها استشاري اورام كبد، استشاري جراحه كبد، واستشاري اشعه تداخليه علشان خاطر ناخد قرار نهائي بشان هذه الحالات. طبعا احنا بنعمل حاجه اسمها بروبال سيلكشن، اختيار امثل لهؤلاء المرضى، لان العلاج ده ليه بعض المضاعفات الجانبيه اللي ممكن تكون سيئه جدا على المريض. فبنختار المريض لو احنا بنسميه تشايلد ايه، بنفذ المرضى ممكن يجي لنا مثلا 50 حاله ناخد منهم 10 12 مريض ينفع ياخدوا الدواء ده عشان يكون مناسب ليه وما يحصلش فيه مضاعفات منه. فبنختار المرضى اللي ما يكونش عندهم استسقاء في البطن، لان اي مريض عنده استسقاء ما ينفعش نديله العقار ده لان يحصل فيه تدهور او مور ديتيريشن. اي مريض مثلا عنده دوالي فوق درجه ثالثه او رابعه او درجه بيربط دوالي نربطه الاول ونظبطه، مريض ما يكونش عنده مشكله في القلب، ما يكونش عنده البور جنرال كونديشن او الحاله العامه سيئه جدا، عشان كده لازم نشوف المريض بنفسنا، ما ينفعش نعتمد اطلاقا على تحاليل او اشعاعات، لازم نشوف المريض بالسونار عشان نتاكد ما يكونش عنده استسقاء، لانه ممكن يكون عامل سونار او عامل مثلا اشعاعات مقطعيه او رنين من حوالي اسبوعين ثلاثه او شهر ويجي يعرضهم وبعد ما يجي نبص عليه نلاقي فيه عنده استسقاء في البطن. فلازم نشوف الجنرال كونديشن او الحاله العامه للمريض، لازم نشوف فيه استسقاء في البطن ولا لا، ونشوف مدى تحمل هذا المريض لهذا العقار، عشان احنا طبعا في الاغلب بندي فبيحصل فيه بعد اسبوع اتنين تلاته تدهور في بعض الحالات، الصفره بتعلى، يتكون ميه في البطن، المريض بيحصل له فقدان تام للشهيه، يحتاروا حاجه اسمها اعياء تام، في مريض بيحصل له طفح جلدي، في مريض بيحصل له اسهال عنيف حاد، فعشان كده بنضطر نوقف الدواء او نقلل من الجرعات بتاعته. فبقول ان هؤلاء المرضى لو صرفوا هذا العقار لازم نتابعهم كل اسبوعين ثلاثه ولازم نبص عليهم بالسونار، لان المريض بياخد علاج جرعه شهر بالظبط والدكتور يقول له اشوفك بعد شهر او اتنين، المريض بيحصل له مضاعفات، يحصل له تطور في الحاله، يحصل له استسقاء في البطن، نيجي نبص على المريض نلاقي بطنه بتكبر من غير ما ناخد بالنا، لازم نبص عليه بالسونار كويس جدا عشان نتاكد ما يكونش حصل استسقاء، عشان لو حصل استسقاء لازم نوقف الدواء فورا لحد ما نشوف المريض ده هيبدا يقدر يستعيد تاني ونكمل ولا نوقف عند هذا الحد، لان احنا اهم حاجه هو الابقاء على حياه المريض شبه طبيعي، لان طبعا هو دواء بالياتيف ثيرابي مش قطعي الشفاء، ليه مضاعفات جانبيه كتيره جدا وليه بعض الافاده خفيفه جدا، وبالتالي دايما اقول يعني اثمه اكبر من نفعه، عشان كده لازم الدكتور اللي بيتكتب من خلال لجنه متخصصه متابعه عن قرب المريض بنشوفه كل اسبوعين ثلاثه، بنشوف العلامات الحيويه، بنشوف لو في ميه في البطن، لو في فقدان شهيه، وبناخد قرار نكمل او نوقف هذا الدواء. فمهم جدا الكلام اللي احنا بنقوله، يا ريت يوصل لكل الناس خاصه اورام الكبد المصحوبه بتجلط وريد الباب الكبدي، واسال الله عز وجل ان يمن بالشفاء العاجل على كل مريض وان يديم عليكم نعمه الصحه والعافيه.